معنا رئيسة جمعية يلا هنتعاونوا تكلا لك نوال. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. عزاء تعب عزاؤنا واحد بدا في الناس اللي توفوا، الله يرحمهم ويوسع عليهم، والله يجبر بقلب الأولياء ديالهم والعائلات ديالهم. ولكن الحمد لله وشكر لله الخيرات ربي، وهذا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنا ما توقعتش هادشي كامل، انا بدي في رويميكا ولا جوج، ولكن تبارك الله دابا هذه الرموكه الثالثه وهذه الرموكه الثالثه. فوالا هذه الرموكه الثالثه اللي تتعمر دابا. شنو هزينا الاول؟ شنو مواد غذائيه؟ مواد غذائيه لي كوفيرتور، لي ماتلا، حوايج. كاين حوايج جداد وكاين حوايج مستعملين، ولكن اون تري بون ايتا، في زعما في حاله مزيانه، حوايج في حاله مزيانه. كاين عندنا وكذلك شنو اخر؟ الماء. كاين عندنا الخبز اللي كونسيرفي، المواد الغذائيه توسكي معلب. فها هما، شوف 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 خيرات ربي تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا الفراش، هادو لي زوغي، المخايد، المخايد السيد السيد علاش يتكاو. الوغ انا اقف منبهره الحمد لله امام كرم المغاربه وامام تضامن المغاربه. قلتيها اكبر قافله، انا سبحان الله قسما بالله الا كنت معوله على رموكه ولا جيت بحال اللي كنديروا ديما، فتبارك الله فائده بنا في خمسه. لان عندي دابا عند لو غروسيستو في الشركه ديال البطانيات 3000 3000 تبارك الله تبارك الله. الحمد لله الناس خدموا مباشره، الحمد لله والشكر، تقبل الله منا ومنكم. شكرا لكم صحافه الخير. نوال فوقاش غتنطلقوا؟ عطينا معلومات فوقاش غتمشيو. انا تنقولها دوبي توتالور، تنسيق تام مع السلطات اللي غادي نمشيو ليها لا ديستيناسيون، الحمد لله والشكر لله. علاش؟ بوغ نو تخاصي لو شيما، باش تيوريونا الدواوير اللي غنوصلوا ليها. تبارك الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شكرا لهم، كيدير واحد المجهود هما القوات المسلحه الملكيه. دونك راه الناس كيديروا، نتوصل بطلبات استغاثه من دواوير اللي مازال ما وصلاتهمش مساعده، حاجه عاديه. لان خصوصا تارودانت، تارودانت شيشاوه، البؤره ضربت في 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 الحوز في مولاي ابراهيم جو بونس، الا ما خانتنيش المعلومات. فالناس ضرات ديجا، دوك الدواوير اللي كنمشيو ليهم مصايبين غير بالطين وبالحجر، فما بالك لهم الزلزال. يعني لا نملك لهم الا الدعاء وهذه المساعدات اللي غتمشي لهم. فكنطلبوا الرجاحه الرجاحه والحكمه في التسيير الازمه، لانه مزيان نتضامنوا كامل ومزيان دير، ولكن ما ديروش شي خطوه بدون تنسيق مع السلطات ديال المنطقه اللي غنمشيو ليها. ضروري، علاش؟ لسلامه الناس اللي غتمشي والمساعدات اللي غادي تمشي ولسلامه المتلقي. فإلا بغينا الامور والمساعدات توصل للناس ديالها والمستحقيها طبعا، فضروري ضروري يكون واحد التنظيم، وضروري يكون واحد الحكمه في التعامل. نوال بزاف الناس كيقول لك خصنا نمشيو حتى حنايا، واش نقدروا نمشيو معاكم؟ شو تقول هاد الناس باغيين يتطوعوا يمشيو معاكم؟ الوغ بوغ لانستون بالنسبه للمتطوعين مرحبا بالناس كاملين طبعا، حنا ما عندناش اون ديسكريميز، ما عندناش واحد تمييز بين الناس، كبير صغير شارف مرحبا بهم. الحق دابا حاليا ضروري ننسقوا بحال اللي قلت لك، حتى في عدد لي بينيفول اللي كاين. لان اول حاجه جاتني هي من بعد انه العدد يكون عندنا ملزمين بواحد العدد، وحاجه اخرى حتى الاطباء يكونوا معنا اكيد. الحاجه اللي احنا محتاجين دابا حاليا مازال ما توصلناش بها هي الادويه، لي بونسمون، بيتادين، اونتي انفلاماتوار، اونتي بيوتيك، باراسيتامول. كاين جرحه، علاش انا قلت اطباء؟ يعني لي اون فورماسيون دابا ولي عندهم هاد لا بيريود يقدروا يجيو ينسقوا مع اصحابهم
يقدروا يجيو معنا مرحبا. علاش؟ لان في الاسعافات الاوليه شخص عادي ما يقدرش يهز، حق شخص اللي داير انفورماسيون ميديكال يقدر يهز. دونك لي ميدسان لي انفيرمي سون تري امبورطون في ليكيب ديالنا. شكرا نوال. اذا النداء اللي قالت نوال ان الكل مرحب به، ولكن حاليا هي في امس الحاجه لاطباء واللي عندهم تكوين في مجال الطب ومجال الصحه، وطبعا محتاجه ادويه، ودائما تغطيتنا مستمره كما كتشوفوا هنا ناس طنجه، ناس الخير، يلا نتعاونوا كاملين. كما كتشوفوا شباب من مختلف الاعمار، اطفال، نساء، شابات، شباب، مجموعين كاملين اليوم هنا تحت وطن واحد يجمعنا التلاحم، الرحمه، الانسانيه. تبارك الله، كثير والكثير والكثير من المساعدات، وباقي الناس كتوافد من اكبر قافله تضامنيه بطنجه، ثلاثه ديال الرموكات واجدين، وباقي الخير موجود، وباقي الناس كتوافد بالمساعدات وبالمواد الغذائيه، بالبطانيات، بالوسايد، بالتطوع، يعني اي واحد هنايا اسر جات من خرطة في هذا العمل التضامني من طنجة. دائما جمعيات يلا نتعاونوا. أجواء خيالية في هذا المكان. طنجة، طنجة البلية، أكبر قافلة تضامنية لفائدة منكوبي زيزال المغرب 2023. ومعايا متطوعة كتقول خصنا بطانيات ملاطي والفروشة والوسايد تاهما، يعني الناس فين غادي تجلس، فين غتنعس، لان الناس كما عارفين مجموعه ديال الاسر، بزاف ديال الناس حاليا في العراء، ما عندهمش الديور ديالهم مشاو وتهدموا عليهم، ما عندهمش فين ينعسوا، فين يتخبعوا من البرد، من الحراره. الله يجازيكم بالخير، حنا معولين عليكم، معولين على السواعد المغربيه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الخير مازال في بلادنا كما كتشوفوا. الحمد لله، اصوات وجو اكثر من رائع هنا صراحه، جو تقشعر له الابدان. الحمد لله الحمد لله، اللهم زد وبارك. هنا رجال، وفي جهه اخرى نساء منقسمين ومتساويين في العمل. السلام عليكم. كنشوفك تبارك الله عييتي واقيلا. ضروري اخشي. ما بقاش متينا هنايا. حنا جينا التحقنا مع ال11. التحقنا مع ال11، هذا واجب وطني، هذا نداء لجميع الشعب. وصراحه ملي كنشوفوا ملحامه هذه في حد ذاتها راه ملحامه وتآخي وتآزر كبير اللي ما كنشوفوش شي دوله اخرى ولا مع عند شي ناس اخرين. صراحه باقي الخير القدام المغاربه، هذا هو المعدن الحقيقي ديالهم. نتمنوا الرحمة والمغفرة للموتى والشهداء. و أكيد شفتي ديك الصور وديك الفيديوهات، ناس مشاو لهم عائلات كاملين، كان اللي مشات له الزوجة ومشاو له الأبناء، كاين اللي مشاو له الوالدين ومشاو له الإخوان، كاين اللي باقي تحت الأنقاض. ما كرهتش حاليا لو كانت شي طيارة تهزنا وتحطنا تما راه نكونوا تما معاهم صراحة. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الموتى، وكنتمناو العلاج والشفاء العاجل للجرحى، وكنتمناو انهم ينشلوا الجثث اللي باقيه تحت الانقاض. كنتمناو من الله الخير وما تتكررش هذه المساله هذه. ان لله وانا اليه راجعون. هذه القوافل التضامنيه تكون في جميع مناطق المغرب. صراحه انا اليوم تفاجات بهذا الكم الهائل. انت من طنجه؟ مدينه طنجه، انا من مدينه طنجه، واخا الاصل ماشي مدينه طنجه ولكن كنعيشوا في مدينه طنجه. صراحه ما كناش كنتوقعوا هذا الكم الهائل بالمساعدات والتدخل الكبير للشباب والجمعيات. صراحة كان داكشي في المستوى، وكنتمنى من الله كما قلتي انه يكون على الصعيد الوطني. تبارك الله عليك. شكرا لإذاعة الطنجاوي دائما حاضرة، تحياتي لكم. شكرا. السلام عليكم. منين جيتي؟ من الدرب الهلال. شكون اللي خلاك تجي اليوم تطوع؟ الأم ديالي. الأم ديالك معاك؟ قلت لها مشي نتطوع، قالت لي غير الله يرضي عليك. كيف الشعور ديالك وأنت كتعاون؟ فرحان فرحان. شنو تقول للأطفال ولا الشباب اللي قدك؟ يعاونونا ضروري باش نديو هادشي الناس اللي الله يرحمهم اللي ماتوا واللي باقي في السبيطار الله يشافيهم. إذا الدائرة تتوسع أكثر فأكثر، المتوافدون أكبر. الحمد لله هنا مدينة طنجة، هذه المدينة اللي دائما كتبرهن على التلاحم
وعلى التضامن، ودائما هي السباقه لهاد المبادرات الخيريه. الحمد لله وشكرا لله. اهلا وسهلا سيدي، بخير الحمد لله. نسينا مع القوافل التضامنيه ولا مع الجمعيه؟ لا، احنا شركه ديال النقل واللوجيستيك، شركه ديال جيفكو سيفا، جبنا الموكب ديالنا باش نعاونوا الناس باش تصرفوا الاعانه ان شاء الله الناس اللي مضرين في الزلازل. يعني تطوعتوا جبتوهم مجانا؟ نعم لا لا، هي طوعنا باش نجيبوهم ان شاء الله. وشكون اللي خلاكم انكم تطوعوا وتجيبوا هذه الكاميونات مثلا؟ شنو باش حسيتوا باش جبتوا هذه الكاميونات؟ حسينا لانه احنا اصلا عائلتنا تضروا. انا عندي الخالد ولادي توفى في الزلزال. الله اكبر. توفى في الزلزال نهار الجمعه. دونك ما يمكنش انك ما تتحركش، ما يمكنش ما تحرك فيك حتى شي حاجه. خصك شي حاجه ديرها. المسؤوليه ديالنا واخا بعيد 600 كيلومتر، ولكن دير شي حاجه، واخا ما كاينش تما دير شي حاجه اللي تعاون بها هذوك الناس. شي رساله تقدر تقدمها؟ حنا كنشوفوا بزاف الشركات ما عندهم حتى شي حاجه، شركه المياه، شركه المواد الغذائيه، شركه شوف لا ما ندخلش مع الشركات. اللي عنده شي ذره ايمان وقلبه فيه شويه راه يتحرك. اكيد صافي راه يتحرك. لانسان اوريخي صافي، هادشي اللي نقول لك. انا هادشي هذا زعما فرحان به. المغاربه يعني بينوا واحد تلاحم بيناتهم، وبينوا واحد الحب اللي هو الصراحه حد الله. يعني قادرين المغاربه يبنيوا مغرب اخر بيناتهم بلا 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 يعني في المحن كيبان المعدن ديال المغرب. قادرين يبنيوا ديك الشر اللي طاح، وديك الناس اللي لابوا لهم ديك الدور، يبنيو مدينه جديده، مدن جداد. الحمد لله. هادشي انتم كتشوفوا تبارك الله الدراري صحابنا اللي عنده كاميونات جابهم، اللي عنده الناس كان واحد تطوع ليه هو كبير بزاف يعني ماديا، وانتم كما كتشوفوا يعني الله الكومبرا انتم داخله خارجه، وباقي الخير باقي الخير. الله يزيد في الخير الحمد لله. والله يخلي الصحه، والله يرحم هاد الموتى المسلمين هذو اللي توفوا، والله يرحمهم المشاعر. شكرا لكم. السلام عليكم. كيف سينا اختي لاباس بخير؟ الحمد لله ربي يخليك. بقى جيتي هنايا وشفتي الحمله في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا صراحه شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لان في الاول يعني ما كناش عارفين شنو الجمعيه اللي يعني نمشيو لها، كان واحد التخوف. من بعد من شفت الحمد لله يعني هذه الجمعيه كلشي كيجي لها، كلشي كيطاقيها، كلشي كيشكرها، وشفت تبارك الله بان المايك يعني خرجوا الوالا وهادو عاود اخرين ساعه صافي تشجعت، وجيت حتى انا بالدور ديالي انني نساهم باش ما قسم الله. وكنبغي نقول للناس اي واحد يجي يساهم باش ما قسم الله، بالكثير بالقليل المهم حنا اللي غنعاونوا ديك الناس اللي محتاجيننا، وهادشي اللي كاين. باش حسيتي وانت كتشوف هذا الكم الهائل الحمد لله اللي جا اليوم؟ صراحه تبورشت، فرحت بان باقي الخير في الدنيا، باقي يعني الانسانيه، باقي الاخوه والتآزر. الحمد لله هادشي من شيم ديال المغاربه ومن شيم ديال المسلمين، وربي ما يحشمنا والله يخلينا عند حسن الظن. شكرا لك تبارك الله عليك. يخليك شكرا الله يجازيك. واحد السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. شكرا بزاف. وقاش نتوما هنايا؟ تقريبا وقال 3 ساعات ولا 4 ساعات. 3 ساعات. كيفاش جاك العدد اللي جا باش يتضامن ويجي يعاون؟ صراحة الحاجة اللي عجبتني بزاف هو أن في الأيام ديال الشدة كيبان لك بأن المغرب وان نيشن، بلد واحد، ناس واحد، وشعب واحد، وكاملين بينا إن شاء الله نتعاونوا باش إن شاء الله نعاونوا خواتنا اللي في الجهات المتضررة. وكنشكر الناس اللي كاينين كاملين تبارك الله، حضور تبارك الله، شحال كاينين ديال الناس، وكلشي باغي يعاون، كلشي باغي ديك ليستخي ديال انه يعاون ديك الناس اللي متضررين. يعني الناس ما تصدقاتش الحمله جات حتى واحد متضرر. انا شفت صردت لي واحد البنت من مراكش، صردت لي هاد لانونس، وشفت بلي انا كاين في طنجه في بالي، وجيت من هنايا باش نعاون حتى انا مع الناس اللي كاينين كاملين. كما كتشوفوا كاملين بزاف ديال الناس جاوا باش يعاونوا، وانا كنتاخر بالبلد ديالي، كنتاخر بالشعب اللي فيه تبارك الله ما شاء الله. وكنحيي الناس ديما مغرب ديما مغرب. الحمد لله كما كتشوفوا اعداد كبيره وكبيره جدا هنا من طنجه الباليه. طنجه كنوعدكم بالمزيد ان شاء الله من التغطيات اللي كتمثل روح وجمال هذا الوطن وديما مغرب. وشكرا للتعاون ديالكم، شكرا للرسائل ديالكم، وان شاء الله هنا كيبانوا المغاربه الاحرار. تبارك الله عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.